مجرد صدف محبوبة، كونك موهوبا أو كوني موهوبة ليس مجرد أحلام بل عمل ونظام، هو ما يبدع أي جمال ساحر أو لوحة رسام أو كلمات الشاعر، ما هي إلا ثمرة جهد كانت في مبدئها بذرة وسقيناها ورعيناها عملا ونظاما حتى صارت شجرة وأتى وقت الفرحة بالثمرة. ليس مجرد صدف محبوبة كونك موهوبا أو كوني موهوبة، ليس مجرد أحلام بل عمل ونظام. Thank you.
أطفال العالم في كافة أنحاء العالم يحبون جميعا نفس الأشياء: العصافير، الرسوم المتحركة، الحيوانات الصغيرة، لعب الكرة، الحلوى، الأزهار، الدراجات. وستعمل دنيا الأطفال ما وسع الجهد على أن يحصل كل الأطفال على ما يتمنون، بشرط أن يحمل كل صغير مسؤولية ما يختار. فلا يكفي إن كنت تحب الشيء أن تملكه، بل تصبح مسؤولا عنه، ترعاه وتطعمه، تسقيه تعلمه، تفهمه تصلحه. هذا هو معنى الحب، إن حقا كنت تحب ما تملك أو تختار. هناك ثقب في السماء، هل تصدقون المكتوب بالجريدة أن هناك ثقبا في السماء؟ ثقب؟ أي ثقب؟ هل يسقط منه المطر؟ بالطبع لا، لعلك تقصدين ثقب الأوزون، أليس كذلك؟ نعم نعم، هو مكتوب هكذا: ثقب الأوزون. وما هو الأوزون هذا؟ وماذا يعنينا إن كان مثقوبا أو مسدودا؟ الأوزون موجود على ارتفاع يتراوح بين 10 إلى 50 كيلومترا من سطح الأرض. يعني سمك طبقته 40 كيلومترا؟ نعم هكذا بالتقريب، لكن المهم أن له خاصية فريدة في التعامل مع أشعة الشمس الضارة ومنعها من الوصول إلى الأرض. هل يمكنك أن توضح ماذا تعني بالتحديد؟ سوف أحاول تبسيط ذلك قدر الإمكان. عندما تخترق الأشعة فوق البنفسجية طبقة الأوزون، فإنه يتحلل إلى أكسجين وجزيء منطلق. يتفاعل ذلك الجزيء مع الأكسجين الموجود أصلاً في الجو ليكون الأوزون، وهكذا تتلخص العملية في تحلل الأوزون ثم إعادة تكوينه بالتفاعل مع الأشعة، وبذلك يعمل الأوزون كحاجز لمنع تلك الأشعة من الوصول إلى الأرض. وماذا لو وصلت تلك الأشعة إلى الأرض؟ يمكنها أن تقتل كل كائن حي. يا لهي يا لهي يا لهي، الأمر هام جدا بالفعل. لكن لن تقل لنا كيف حدث ذلك الثقب في السماء، أقصد في طبقة الأوزون. السبب الرئيسي في ذلك هو عدم وصول الأكسجين من الأرض إلى طبقات الجو العليا بالقدر الكافي، لأننا نقطع الأشجار ونزيل الغابات ونعدم الخضرة من فوق الأرض، ولأننا نلوث الجو بعادم السيارات وأدخنة المصانع وغبار التفجيرات النووية. نعم هذا هو السبب. إذن نحن السبب في تعريض أرضنا للخطر، لابد أن نحافظ جميعا على الخضرة وتبقى أرضنا نظيفة قدر الإمكان من كل تلوث، أليس كذلك؟ هو كذلك فعلا، فالطبيعة متوازنة ونحن نحدث الخلل بها. نعم نحن البشر. بما أعرف وطني؟ بالاسم أم العنوان؟ بالثوب أم البنيان؟ بالأنهار أم الوديان؟ بالجزر أم الخلجان؟ بما أعرف وطني يمتد اللغز، بالمدن المشهورة، بالآثار المهجورة، بجبال أم صحراء، بأغاني الشعراء أم بعيون الماء،
بما أعرف وطني بتواريخ الأقمار والشمس العربية بعطاء الأحرار والسير الشعبية، بما أعرف وطني أزغو للغز قبل ظهور الصورة. أحب أكل الجزر، أحب شكل الجزر، جمع الجزيرة سر، فإن أطلت النظر ستعرف المستتر. أحب أكل الجزر، جبال أورا سفيها تحكي صمود بنيها، وهرى لو تثنيها عرفتها يا نبيها في المبتدا والخبر. أحب أكل الجزر، أحب أكل الجزر، أحب شكل الجزر، جمع الجزيرة سر، فإن أطلت الجزر ستعرف المستتر. أحب أكل الجزر، الغاز فيها طبيعي والجو فيها ربيعي، أطفالها كالشموع تضيء بين الجموع، طريقها المزدهر. أحب أكل الجزر، صديق بالبريد يلقي سؤاله الجديد بعد التحايا والسلام والاحترام، فهل نرى في عالم الأحلام ردا يعيد للحزين الابتسام؟ يا سادتي، يا من طبعتم صورتي على توابع البريد رمز السلام، باسمي وباسم إخوتي طير الحمام أرسلت في الطوفان للإنسان والحياة رسالتي الخضراء، أغصان زيتون تحية النجاة، فلا تشجع الأطفال كي تنام بذبح زوجين من الحمام. ماذا جنى الحمام؟ تبدأ الرسالة بشكوى صاحبتها المسحوبة بنوع من الخجل والاعتذار، والطفلة صاحبة الرسالة بنت في السادسة من عمرها اسمها حنان، وقد بدأت دراستها هذا العام في الصف الأول الابتدائي. وبعد عبارات خجولة ومتلعثمة تعترف صاحبة الرسالة بأنها فكرت كثيرا قبل إرسال رسالتها إلى بريد القراء، فهي تعاني من تبول لا إرادي أثناء نومها في فترات الليل وبالأخص في ليالي الشتاء، وهي تحاول جاهدة التخلص من ذلك وأحيانا إخفاء أثار هذا التبول من فراشها بحيل كثيرة، إلا أن أمها تكتشف ذلك دائما وتعنفها، بل وبدأت تذكر ذلك علنا أمام إخوتها، بل وأمام الشغالات الصغيرة أيضا. وكثيرا ما تقارن الأم بين هذا الذي تفعله حنان وما لا يفعله شقيقها هيثم، وهو عمره 4 سنوات فقط، وصاحبة الرسالة واقعة في الحرج وتعاني من مزيد من الانطواء والعزلة وتعيير إخوتها عند حدوث أي خلاف. أهلا بك يا هدهود، ما رأيك؟ سأتصل بالطبيب سعيد هاتفيا لنعرض عليه مشكلة اليوم. الطبيب سعيد، صباح الخير، أنا محررة بريد الأطفال. مرحبا بك، نود استشارتك في موضوع هام ونحن في انتظارك. شكرا. خيرا
يا صديقتي العزيزة، لقد طلبت حضوري بسرعة، وها أنا ذا أحضر حالا. خيرا يا عزيزي هدود، أردت استشارتك في موضوع هام. تفضلي، ما أقصر موضوعاتك العاجلة؟ هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من السرية. بالتأكيد يا عزيزتي. هل هو موضوع خاص برسائل أصدقاء بريد القراء؟ هو كذلك، اسمع باهتمام. صباح الخير. أهلا أيها الطبيب، تفضل. ها أنا ذا أحضر حسب تعليمات العزيزة المحررة. عفوا أيها الطبيب، ليس بيننا تعليمات، ما بيننا تعاون لصالح الأصدقاء. نعم بالتأكيد، أنا أمزح. الآن أيها العزيزان، أنا متلهفة إلى معرفة رأي كل منكم. موضوع الصديقة صاحبة الرسالة لا يجب أن يثير أي قلق، فهو أمر طبيعي وأمر عادي. تقول إنه أمر طبيعي وأمر عادي؟ نعم، كثير من الأطفال يفعلون ذلك حتى أعمار أكبر من عمر صاحبة الرسالة. بما تنصح إذن؟ النصائح قليلة، التقليل من شرب السوائل والتدفئة ولا شيء آخر. أعتقد أن هناك مسألة هامة أخرى. ما هي يا عزيزي هدهود؟ أرجو أن تلفتي نظر الأم يا عزيزتي المحررة بكل ما ذكره الدكتور سعيد، كما أرجو أن توصيها بأن تتجاهل إثارة هذا الموضوع مع أفراد الأسرة، وأن تعامل ابنتها صاحبة الرسالة معاملة طبيعية جدا، وبالتأكيد ستزول الشكوك مع الوقت. أنا أوافق العزيزة هدهود على كل ما قاله، وهنا يبدأ دورك يا عزيزتنا المحررة. شكرا لكم، فعلا سأبلغ النصائح، وأعتقد بعد أن استشرتكما أن الموضوع بسيط وغير محرج. هذا كلام طيب، إلى اللقاء يا أصدقاء، أنا في خدمة جميع الأصدقاء. إلى اللقاء. كتب الحكماء على ألسنة الطير وألسنة الحيوان قصصا يتعلم منها الإنسان. من منا لم يتذوق سحر أقاصيص كليلة ودمنة وقصائد أحمد شوقي وأعاجيب مدينة ديزني؟ هيا نتأمل قصصا أخرى في دنيا الحيوان لم تكتب بعد، ولقد يكتبها أحد منكم كي نقرأها في الغد، فتكون لنا التسلية الحلوة والحكمة، ويكون له السعادة. أي نوع من السلاحف تقتنون يا أصدقائي؟ وهل السلاحف أنواع يا أستاذ؟ نعم، ثلاثة أنواع: السلاحف البرية والسلاحف البحرية وسلاحف المياه العذبة. وهل لمعرفة نوع ما نقتني من سلاحف أهمية؟ نعم، أهمية كبيرة، فلكل نوع طريقته في الحياة. أعتقد أن سلحفتي برية. وأنا أيضا. إذن فهي لا تتغذى على الحشرات ولكن على الخضر. تلك هي مشكلتي، لقد قدمت لسلحفتي الخضر ولكنها لم تقربها منذ أكثر من أسبوع، وأخشى أن تموت. لا تخف يا معوض، السلحفات يمكنها أن تصوم أسابيع أو شهورا وتعيش بعد ذلك أكثر من 100 عام.
أشكرك يا أستاذ، لقد اطمأن بالي. وهل تتغذى سلاحف المياه العذبة على الخضر أيضا؟ لا، سلاحف المياه العذبة غذاؤها السمك. أين تضع السلحفاة البحرية بيضها؟ في البحر؟ طبعا لا، إنها تخرج من البحر وتدفن بيضها في الرمل. وتدفن السلاحف البرية بيضها في الأرض، أليس كذلك؟ تماماً يا معوض، استنتاج مضبوط. أعتقد أنكم فهمتم شيئاً عن دنيا السلاحف، وازددنا حباً لها أيضاً. كل الحياة مسابقات، فيها التسابق في اللعب، يحتاجها الإنسان حتى يستريح من التعب، وبها تساوى غالب مع من غلب، فالكل يأخذ حقه في اللهو حيناً من زمن. تتعانق الأفكار واللحظات والقفشات في يسر وفن. كل الحياة مسابقات، فيها التسابق في العطاء، فبقدر ما نعطي نكون أصدقاء. فاختر لنفسك ما تشاء، واعلم بأن أهم ما في العمر وقت الابتداء. كل الحياة مسابقات، حلقاتها اتصلت، فمن جد إلى لعب نعود، لنفك ألغاز الوجود، ولنلتقي أحلى لقاء. فريق الظهور. صواب. والآن مع فريق الطيور. Thank you.
صواب. لغة الكلام لها أصول، اسم وفعل ثم حرف. معذا ففي لغة الكلام الناس دوما تختلف، ولذا ففي ألعابنا نتعلم الآن اللغات تلك التي لا يختلف بل يأتلف أصحابها: لغة الطيور، لغة الفراشات الرقيقة والزهور، ولغات أسماك البحور. فبصفحة الألعاب يمتزج التفاهم بالسرور. شكرا شكرا شكرا، لا أريد أن آكل الآن. شكرا شكرا، أريد أن آكل الآن وفي كل وقت. شكرا شكرا. ماذا حدث لك يا مضبوط؟ ماذا فعلت بنفسك؟ أين ميم ألف؟ أريد أن نبدأ تقديم البرنامج. لقد أصبحت لقد أصبحت إنسانا آليا، وسأقوم بكل ما تريدون على خير وجه. ولكن كيف فعلت ذلك؟ لابد أن أحدا ما ساعدك. أنا أعرف من فعل هذه الفعلة، إنه ميم ألف الذي أراد أن يحوله إلى إنسان آلي. الآن دعني أرى إمكانياتك. ممتاز ممتاز يا مضبوط، والآن أعطيني فكا. تفضل. تمهل يا صديقي، سوف تصبح أعظم إنسان آلي في العالم. أنقذوني أنقذوني أنقذوني. تمهل 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 يا صديقي، أعطني شاكوشا. أنقذوني أنقذوني أنقذوني. لحظة، أجهزة المقاومة لا تعمل. لابد لك من صدمة كهربائية، أعطوني جهاز الصدمة. ما هذا ما هذا؟ تمهل تمهل تمهل. لقد صدمت لقد صدمت لقد صدمت لقد صدمت. عوتا عوتا عوتا، ماذا تفعل ببطبوط المسكين يا عوتا؟ أقوم بإصلاحه. لا، أنت في الحقيقة تؤدبه. نعم أؤدبه. لماذا؟ حتى لا يفعل ما فعل ثانية. فالأفضل للإنسان أن يظل إنسانا. أدب الإنسان الكلمة إن صدقت صارت نورا، إن ظلمت صارت ظلمة. فاقرأ واكتب كي تتأدب، هذا أمر الله والبرهان نراه. حيث نسير ونضرب قصصا ليست تكذب، فيها الصادق يكسب والكاذب يتعذب. هيا يا أصحابي، صفحتنا الأدبية فيها خير مؤدب. أصدقائي وأحبائي، حكايتي اليوم يا أصدقائي عن رجل اسمه عصفور، وأحيانا يقولون له عصفور، لكنني أحب أن أناديه بعصفور. كان عصفور رجلا مسكينا
يعيش هو وزوجته في فقر شديد. كانت زوجته عصفور يا أصدقائي تعمل في قصر الوالي، ترعى الطيور في حديقة القصر. وفي يوم من الأيام بينما كانت ابنة الوالي تجري وتلعب في تلك الحديقة سقط خاتم ثمين من يدها، ولم تشعر بسقوطه، ولم تعلم أن بطة بيضاء لها ريشة واحدة سوداء من طيور حديقة القصر قد ابتلعت هذا الخاتم. ولكن زوجة عصفور التي كانت موجودة في الحديقة في تلك اللحظة شاهدت تلك البطة وهي تبتلع الخاتم الثمين، ولم تخبر أحدا بذلك وعادت إلى منزلها. ماذا جرى؟ ماذا جرى يا هل ترى؟ ماذا جرى يا زوجتي العزيزة؟ بشرى؟ بشرى سعيدة يا عصفور، كل مشاكلنا قد انتهت. كيف؟ ستمتلك المال والطعام، سنصبح من الأغنياء يا زوجي العزيز. أنا لا أفهم منك شيئا. خاتمها الثمين الغالي، وهل هذا هو ما سيجعلنا من الأغنياء؟ نعم. وهل وجدت الخاتمة وتفكرين في أن نبيعه؟ وهل تظن أنني أقبل أن نسرق شيئا لا نملكه؟ لقد احترقت معك يا زوجتي نوسة. أوضح لك الأمر يا زوجي، لقد فقدت ابنة الوالي هذا الخاتم الثمين وأنا أعلم يوجد. إذن أخبريهم بمكاني. صبرا يا زوجي العزيز، سيعلمون مكان وجود هذا الخاتم، ولكن منك أنت يا زوجي. مني أنا يا نوسة؟ نعم أنت. لقد أحضرت لك عمامة كبيرة وملابس لكي ترتديها، وستجلس أمام الدار وتخبر من يسألك أنك عالم، تستطيع أن تكشف مكان الأشياء المفقودة وتعيدها لأصحابها. وبعد؟ سيعلم الوالي فيرسل لك من يسألك عن مكان وجود خاتم ابنته الثمين فتخبره. أخبره بمكانه؟ وكيف لي أن أعرف يا زوجتي بمكان وجود هذا الخاتم؟ أنا أعرف. إذن أين يوجد هذا الخاتم؟ سأخبرك لكي تخبرهم أنت فتنال مكافأة عظيمة عظيمة. وأخبرت زوجة عصفور زوجها عن وجود الخاتم في بطن البطة البيضاء ذات الريشة السوداء. وجاء رسول من قصر الوالي وأخبره عصفور بمكان وجود الخاتم الثمين، وأخذوا الخاتم فعلا من بطن البطة. وفرح الوالي وتأكد من صدق العالم عصفور ومن خبرته في معرفة مكان الأشياء المفقودة. وأعطاه الوالي مكافأة كبيرة. فرح بها عصفور وزوجته فرحا عظيما. وبهذا يا أحبائي
تنتهي حكايتي لكم هذا اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أصدقائي صديقتي. صديقاتي أصدقائي. أصدقائي صديقاتي. صديقاتي أصدقائي. أصدقائي صديقاتي. مضبوط. هوتا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.